مشاهدونا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الكوره مع ريلمي. منتخب مصر بيحقق فوز هام وكبير على السنغال بهدف مقابل لا شيء في ذهاب المرحله النهائيه من تصفيات قاره افريقيا لنهائيات كاس العالم، بانتظار لقاء الاياب. هيكون معاكم امير عبد الحليم واحمد العريان للحديث عن المباراه، فاهلا يا امير. اهلا يا فوزي، مبروك ليكم ومبروك لكل مشاهدي في الجول.com. والحمد لله، يعني انا عارف ان الناس طبعا كانت عايزه نكسب اكتر، وطبعا عشان الجون جه بدري هو ده اللي طمع الناس، بس المهم ان احنا كسبنا. يعني دي خطوه، ده شوط وخلص، وكنا نحتاج فيه المكسب علشان لما نسافر نعرف نلعب الجيم بتاعنا هناك، لان بصراحه احنا منتخب يفتقر شويه للحلول الهجوميه، وده كان ظاهر في كاس الامم الافريقيه النهارده كمان. النهارده ده طبيعي لان هو ده مستوانا، يعني هو ده شكل المنتخب بتاعنا. بس زي ما بقول لك، البدايه والجول المبكر شجع الناس، حمسهم، قال لك ايه ده، طب ما احنا والله هو ممكن نسجل اكتر. منتخب السنغال كان داخل تحس شويه كده ان كان في توتر، يمكن توتر بسبب ان هم بيلعبوا في استاد القاهره، واستاد القاهره كان مليان على اخره، ففي الدنيا في الاول كانت ماشيه معانا. عملنا نص ساعه حلوه قوي في الشوط الاول، نص ساعه دي هي اللي شجعت الناس، هي قالت لك ايه ده والله، طب ما احنا ممكن نكسب بنتيجه كبيره، مش 1-0 بس. بس انت لو جينا اتكلمنا امبارح، يعني لو جينا جبنا نفس الناس دول امبارح واتكلمنا، كلهم هيقولوا لك والله لا احنا مقلقين، ده السنغال عندهم ثبات مستوى، السنغال عندهم استقرار، السنغال اقوى منتخب في افريقيا. صحيح هم كسبونا في فاينل كاس افريقيا، بس بص للفارق، الناس دي كانت بتلعب كره هجوميه، احنا كنا بنلعب كره دفاعيه. فدلوقتي بقى الوضع اختلف، نفس الناس دي بتقول لك لا احنا كسبنا 1-0 بس. لا، يعني لما هنيجي بقى نقيمها بالعقل وبالمنطق، انت تكسب هنا باي نتيجه وما تستقبلش اهداف علشان تروح هناك تلعب جيم مماثل للي انت لعبته في نهائي كاس الامم، تقدر ان انت تدافع وما تبقاش مطالب ان انت تسجل. المطالبه ان انت تسجل دي في حاله ان انت تستغل التحولات الهجوميه، في حاله ان انت لو لا قدر الله استقبلت اهداف ساعتها هتبقى مضطر ان انت تسجل. لكن دلوقتي انت رايح باريحيه كبيره، وزي ما قال كروش في المؤتمر الصحفي، هندافع ب 16 لعيب. هنرجع لتصريحات كارلوس كيروش، ولكن تاكيدا على كلامك وللي ما يعرفش، النهارده كانت 5 مباريات بتقام في تصفيات كاس العالم. الكاميرون خسرت على من الجزائر على ارضها 1-0، غانا تعادلت مع نيجيريا 0-0، الكونغو الديمقراطيه تعادلت مع المغرب 1-1 في الكونغو، ومالي خسرت من تونس 1-0. اذا مصر هي المنتخب الوحيد من التصنيف الثاني اللي حقق الفوز، مصر هي المنتخب الوحيد اللي حقق الفوز على أرضه ممن لعبوا على أرضهم في مباراة اليوم، بالتالي الفوز يمكن بهدف واحد، ولكن الفوز في حد ذاته هو نتيجة جيدة جدا في مباريات النوك أوتس. 1-0 أفضل بكتير من 2-1. طبعا طبعا. وبص، هو زي ما بقولك، هي الناس تشجعت شوية، أو الناس طموحها زاد بعد نهائي، بعد ما وصلنا لنهائي كاس الأمم. لكن انت لما هتيجي تقيم الامور، مصر دلوقتي تصنيف تاني. مصر ولا هو جيل حسن شحاته طبعا، ولا احنا السابع عالميا زي ما كنا قبل كده، ولا احنا وصلنا نهائي كاس الامم واحنا بنلعب الكوره الحلوه اللي كنا بنلعبها في 2008 و2010. احنا بنلعب كره دفاعيه، كره دفاعيه افضل شويه من الكوره اللي كنا بنلعبها مع هيكتور كوبر، لكن تظل كره دفاعيه. وكارلوس كيروش اللي احنا جايبينه ده من الاول عارفين ان هو مدرب بصبغه دفاعيه، فاحنا مش متفاجئين. الراجل بيلعب على قد الامكانيات اللي معاه، وعلشان نبقى منصفين، فمنتخب السنغال افضل مننا في كل المراكز باستثناء الحته اليمين اللي فيها محمد صلاح. مش الحته اليمين اللي هو الجنب اليمين كله، لا لا لا، انا بتكلم على الوينج اليمين، هي دي الحته اللي انت عندك افضليه فيها. لكن مقارنه بكل المراكز، منتخب السنغال اقوى، وافضل منتخب السنغال اقوى منتخب في افريقيا، مش بس اقوى منك، هو اقوى من اي منتخب تاني في افريقيا. حتى لما خسر نهائي 2019 من الجزائر، انا وقتها كنت شايف برضو ان منتخب السنغال في مرحله التطور مع اليو سي سي، لكن شوف بقى نتائجه في كاس العالم. المنتخب ده راح 2018 منتخب الافريقي الوحيد اللي كان مرشح ان هو يتاهل لدور ال 16، يعني خرج بسبب انذار زياده عن اليابان. منتخب السنغال عايش استقرار اكتر منك، اللعيبه دي بتلعب مع اليو سي سي بقالها فتره طويله، الراجل نجح في كل الاختبارات اللي دخلها، 2019 وصل النهائي، وصل كاس العالم 2018، ووصل نهائي 2021، وقدر ان هو يفوز بالبطوله. طبعا هي يعني 2021 ده البطوله، لكن هي 2022 بالظبط. فالراجل نجح في كل الاختبارات اللي دخلها. اما انت فانت بتبتدي مع كارلوس كيروش عهد جديد، الراجل متولي المسؤوليه من النص الثاني من تصفيات كاس العالم،
وقدر ان هو يعمل نتيجه كويسه في كاس الامم الافريقيه، مش بكره حلوه، مش باداء حلو، مش لانك كنت انت اقوى من كوت ديفوار واقوى من الكاميرون واقوى من المغرب واقوى من... لا، انت لعبت على قد امكانياتك فقدرت ان انت تمشي الجيم زي ما انت عايز لحد ما وصلت لركلات ترجيح ضد كوت ديفوار وضد الكاميرون وكسبت وتفوقت فيها، وعملت ده ضد السنغال بس التوفيق ما كانش معاك. ضد المغرب انت قدرت ان انت تسجل جول في الاشواط الاضافيه برضو ما كانش يعني في التسعين دقيقه. فانت لو جيت بصيت فيها كل ماتشات دي انتهت تعادل. يعني كوت ديفوار ده التعادل احنا كسبنا بس هو تعادل. المغرب انت كسبتها في ال 120 دقيقه فتعادل. السنغال والكاميرون تعادل، فكل الماتشات دي انتهت تعادل. فده مستواك الحقيقي، ده اللي تقدر تقيم بيه اذا كنا احنا النهارده نرضى واحنا كسبانين 1-0 ولا نبقى متضايقين. فطبعا انت تصنيف تاني، كسبت 1-0 على ملعبك ضد السنغال، تقدر بقى تروح هناك تفكر ان انت تلعب بنفس الطريقه اللي كنت بتلعب بيها في الكاميرا. اذا اخد من كلامك برضو عن التعادلات اللي مع الفرق الكبيره دي ان مصر قويه جدا دفاعيا حتى الان في حقبه كارلوس كيرش، ولكن ده هياخدنا للحديث عن مصير محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش. عبد المنعم خرج مصابا والونش تحصل على انذار، ويفترض انه الانذار الثاني في التصفيات، فهل سيغيب عن اللقاء المقبل؟ مصدر من كاف قال لنا ان الكاف بعت خطاب للفيفا يطالب بازاله او الانذارات وتصفير الانذارات عشان نبدا من جديد، ولكن لم يتلقوا اي ردود حتى الان. طيب كارلوس كيروش قال ايه لما تسأل عن الامر ده في المؤتمر الصحفي؟ قال ان احنا لا نعرف حتى الان وما زلنا ندرس الامر، وده ما يعتبرش تقصير من منتخب مصر بالنظر للرد اللي اخدناه من الكاف نفسه. بصوا يعني احنا عارفين اللي فيها احنا يعني ايه، انا الامور التنظيميه عندنا في افريقيا هنا بعافيه شويه. فمثلا يعني بعد نهائي كاس الامم الناس كلها قالت لك ان محمد عبد المنعم هيغيب عن مباراه السنغال علشان خد انذار في النهائي، فكده يبقى هو موقوف. وبعد كده بعدها بشويه قدرنا ان احنا نتاكد ان لا، ان البطولتين منفصلتين. مفيش يعني مفيش مكان تقدر ان انت تدخل تشوف منه اللوائح بتاعه البطوله او حاجات تنظيميه. يعني مثلا المشكله بتاعت هو الماتش الاول بتاع تصفيات الحاسمه بقى اللي هو الماتش بتاع النهارده هيتلعب في مصر ولا في السنغال؟ يعني في ارض صاحب التصنيف الاول ولا صاحب التصنيف قريب بالظبط؟ لان الناس كلها قالت لك ما احنا سنه 2014 لعبنا الماتش الاول ضد غانا على ارض صاحب التصنيف الاول اللي هو غانا، يبقى السنه دي ليه نلعب الماتش الاولاني على ارضنا؟ بس سبحان الله والله انا شايف ان هي جايه لمصلحتنا. يعني انا شايف انا نفسي يعني لما اشوف ان فرقتي بتلعب كره دفاعيه وضد منتخب اقوى انا احب بصراحه ان انا العبه على ارضي الاول. ليه؟ علشان انا في الماتش الاولاني ده ما دام انا بلعب كره دفاعيه يبقى انا لازم اسجل، مش هروح هناك ادور على التسجيل. فانا لازم اسجل على ملعبي علشان اروح هناك العب باريحيه، ان انا العب بقى باسلوبي الدفاعي واقدر ان انا اخرج بنتيجه سلبيه زي ما انا عايز. انما العكس هيصعب الامور عليك. العكس هتبقى انت مضطر ان انت تيجي هنا تحاول ان انت تعوض النتيجه اللي اتحققت هناك، او حتى لو تعادلت هناك هتبقى هنا مطالب ان انت تسجل، فممكن يبقى في ضغط وضغط الوقت، لان طبعا انت كل ما تتاخر في التسجيل كل ده ما بيعمل ضغط على اللاعبين. فانا شايف ان الامور ماشيه ان شاء الله لصالحنا. الناس اللي بقى ليها خبره بقى في تصفيات كاس العالم وعارفه بقى الفرص الضايعه بتاعتنا فاكرين كويس جدا سنه 2002 لعبنا ضد منتخب قوي جدا للسنغال في القاهره، فزنا من هجمه واحده بس ركنية واحدة بالظبط من ركنية واحدة بجول ميدو، ونادر السيد كان وقتها هو نجم الماتش، وفي دكار كنا متعادلين 0-0. وقتها طبعا منتخب السنغال ده قدر ان هو يصعد كاس العالم، وكلنا بقى فاكرين بقى الكامبين اللي عاملها والفوز على فرنسا في ماتش الافتتاح، فكان منتخب جيل قوي. السنة دي او بنقول اهو الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نكسب في القاهرة، فيمكن نروح هناك نكسب 0-0 ولا ده كان مصير 0-0. ده كان مصير الونش. ولكن ماذا عن محمد عبد المنعم؟ عبد المنعم خرج مصابا زي ما قلنا، وكارلوس كيروش تحدث عن محمد عبد المنعم في المؤتمر الصحفي وقال ان اصيب بكسر في الانف وان هو هيجري جراحه، هو نقل بالفعل الى المستشفى على طول بعد المباراه او يمكن اثناء المباراه وبيجري جراحه ممكن يكون قد اجراها بالفعل. يعني مصير سفره مع المنتخب، مفترض المنتخب هيسافر الصبح او النهارده مظبوط فهل هيلحق بالبعثه؟ هل يسافر معاهم او يلحق بهم بعد كده؟ هل هيشارك ولا لا؟ اعتقد معرفش يتفق معايا ولا لا، مشاركه عبد المنعم ان حصل على الاجازه الطبيه يعني
هتبقى مرهونه بتواجد الوينش ولا، لان غياب الاثنين معا هيكون ضربه قويه طبعا للدفاع. يعني انا متفق معاك جدا، واعتقد ان محمد عبد المنعم مشاركته مرتبطه اكتر بموقف الوينش اللي احنا هنعرفه. بس برضو ان الناس يعني دلوقتي بتتفرج على الماتشات في العالم كله، عارفين كويس ان اصابه محمد عبد المنعم هي في وقتها انت بتبقى قلقان عليه، بس يعني الراجل بيبقى عنده بس حته ارتجاج في المخ خفيف شويه، ما بيبقاش حاجه مقلقه. لو لا قدر الله عنده كسر في المناخير بيبقى ممكن حتى كمان يستنى على الجراحه بعد ماتش السنغال طالما المنتخب محتاجه، فان شاء الله بسيطه يعني يبقى موجود. بس والله انا شايف ان ياسر ابراهيم النهارده عظيم، ادى بشكل كويس جدا بعد نزوله، وكان ممكن يسجل كمان من فرصتين، لان دي الميزه اللي موجوده عند ياسر ابراهيم ان هو بيقدر ان هو يكمل بالظبط هجوميا، واحنا شفنا ده مع الاهلي ضد الهلال السعودي في كاس العالم للانديه. فياسر ابراهيم انا بصراحه في حاجه انا كمان بحبها فيه ان هو الراجل مدافع، فانا عارف ان انا مدافع مش بيحاول ان هو يلعب بزياده على امكانياته. هو الراجل مميز في افتكاك الكوره، بيفوز بالصراعات الثنائيه، بس ما تطلبش منه اكتر من كده يعني. زي ما ظاهر على الشاشه كان حالا منذ ثواني، ياسر ابراهيم النهارده خد اول مباراه دوليه مظبوط ليه في حياته، فده في حد ذاته اصلا يوريك الثقه اللي عند ياسر ابراهيم والعظمه ان هو يقدمها في اول مباراه، بيدلل ده على كلامك جدا يعني. وهو الحقيقه هو اكتسب خبرات كبيره جدا من التواجد مع الاهلي والمشاركه مع الاهلي في كاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا، فهو بصراحه كمان برضو يعني الحته النفسيه في منتخب مصر بشوف انها مميزه جدا مع كارلوس كيروش. يعني محمد عبد المنعم قبل كاس الامم الافريقيه كان ما كانش موجود مع منتخب مصر غير في كاس العرب بالزبط. والراجل كان في تشكيل البطوله في النهايه، فده معناه ان كان في اعداد نفسي كويس جدا من الجهاز الفني زي ما كان في اعداد فني. فانا بشوف ان منتخب مصر مع كارلوس كيروش مميز من الحته دي، بس بشوف ان كارلوس كيروش يمكن قريب من اللعيبه بتاعته، فانا ما عنديش قلق من حته لو غاب لا قدر الله محمد عبد المنعم من ياسر ابراهيم يشارك. بس طبعا لو الونش غايب فاعتقد لا محتاجين طبعا تواجد محمد عبد المنعم. طيب هنتكلم عن المباراه بالتفصيل، وكمان مستنيين اسئلتكم طبعا على لايف جول في الكوره مع ريلمي، ولكن نشوف المؤتمر الصحفي لاليو سيسي كان بيقول فيه ايه. اليو سيسي ظهر واثقا جدا بعد المباراه، اتكلم قال كلام كتير جدا، قال كانت مباراة متوازنة، منتخب مصر نجح في استغلال الفرصة والتسجيل مبكرا، كان هناك الكثير من الفرص للسنغال ولكننا افتقرنا للفاعلية اللازمة لإحراز التعادل، منتخب مصر ظهر بشكل جيد، بالنسبة لنا هذا وقت التحضير والاستعداد للمباراة القادمة وتلافي أخطاء الذهاب، قلت للاعبين ارفعوا رؤوسكم فهذه مباراة الذهاب ولا تزال هناك مباراة إياب من 90 دقيقة بحضور جماهيرنا، رأينا تأثيرا كبيرا للجمهور المصري وسيكون هذا في صالحنا حين نلعب على ارضنا. الكلام ده كان فيه النهارده كان فيه تاثير للجمهور المصري. انا الحقيقه انا بص هو اتهيالي هو يقصد تاثير ان كان في جمهور واستاد القاهره معروف ان الاستاد مرعب بالظبط، ولكن خذلوني النهارده. لا لا بصراحه انا مش عارف يعني هل السبب ان يمكن هم راحوا الاستاد بدري جدا فده اثر على الاستاد بدري ليه؟ بس يعني ما بقول لك في اسباب كتيره انت ممكن تفكر فيها. يعني انا بحاول ان انا الاقي عذر، هل مثلا هم راحوا الاستاد بدري فده اثر على حماسهم، ولا الناس نسيت التشجيع، بقالنا كتير ما بنروحش استادات فالناس خلاص سقطت التشجيع ولا جمهور مصر ملوش رابطه منظمه فبالتالي التشجيع بيكون عشوائي، مفيش قاده بيقودوا المدرجات بيقولوا التشجيع والباقي يردد وراهم. والله لا نتهيألي ان في قاده، لان انا لما سافرت الكاميرون احضر ماتش المصري في تصفيات كاس الامم الافريقيه كان 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 في قاده، كان في ناس جايه من المصري ومن بورسعيد من الاسماعيليه من غزل المحله، وكانت الناس بتحمس بس العدد كان قليل. بس برضو خد بالك ان العدد قليل فهم يقدروا كويس جدا ان هم يتحكموا في العدد القليل ده، انما انت بتتكلم في الساد فيه بتاع مثلا 60,000 متفرج، فطبعا انت محتاج اكيد عدد اكبر، محتاج قاده اكتر. فانا بقول لك انا هل مثلا النظام تذكرتي الناس لسه ما اتعودتش عليه فشايفه ان هو معقد شويه، كانوا محتاجين حد يشرح لهم ده، كان مفترض ان حد في التلفزيون يبقى فيه كامبينز وحملات للناس ازاي تسجل والناس. برضو انا بحاول ان انا الاقي اعذار، بس طبعا انا متفق معاك، انا خصوصا الفتره اللي كان منتخب السنغال ضغطنا فيها انا كنت صفرنا حاسس بالظبط، ومحمد صلاح شاور لهم كذا مره. فانا حاسس ان هي دي الفتره اللي المفترض ان انت محتاج فيها جمهورك، مش ان انت بتجيب جول، لان طبعا تجيب جول اللي السد بالظبط كلنا مش محتاجين حاجه، انما يعني طول ما انت مضغوط وانت بتلعب ضد منتخب قوي انت محتاج اكيد ان انت جمهورك يبقى في ظهرك علشان ياثر عليهم. وبصراحه يعني
شوف احنا كنا زمان بنقعد نتريق عن جمهور المنتخبات الافريقيه وبنقعد نقول بقى ان هم بيقعدوا يعملوا صوت بالظبط ان احنا كمان حتى ما بقيناش بنعمل صوت. طبعا من العظيم ان انت تخرج من المباراه وانت من غير مشاكل وان انت تظهر بشكل حضاري، بس هو ده طبيعي عندنا المفروض، يعني هو ده البديهي، ده الطبيعي، احنا كده ما عملناش انجاز عشان احنا في مصر يعني مش في بلد متخلفه، فالطبيعي ان احنا نبقى كده. ولكن الصح ان انت كمان تكون ليك تاثير في المباراه، وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه قبل المباراه، ان انت بصوتك ترهب المنافس، مش بس ان انت تتفرج في صمت وبشكل متحضر. شكرا على التحضر، ولكن كنا نتمنى المزيد. أليو سوسيه اتكلم كمان، قال نتيجة 1-0 على الجانب النفسي مهمة لمنتخب مصر، بالنسبة لنا نفسيا هي ليست نتيجة كبيرة، أمامنا الكثير من العمل والاستعدادات لضمان رد فعل مختلف في مباراة العودة. وواصل، بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية رغم الهدف الذي تلقيناه مبكرا، امتلكنا نسبة استحواذ كبيرة ونجحنا في إدارة المباراة، ولكننا افتقرنا للفاعلية الهجومية، خسارتنا لا تعني أننا قدمنا مباراة سيئة. وعن أداء لاعبيه، أشعر بالرضا عن أداء اللاعبين الذين خاضوا المباراة اليوم، استغلال منتخب مصر لفرصته لا يعني أننا لدينا مشكلة على المستوى الفردي أو الجماعي في التشكيل. في كرة القدم لابد من وجود فاعلية هجومية ودفاعية، وهذا كان حاضرا في الشوط الثاني، سيتم العمل والتحضير بدون أي تغييرات. وأخيرا اتحدث عن إصابة ديالو، لاعب السنغال اللي خرج مصاب في الدقائق الأولى، لا أعرف تداعيات إصابة عبدو ديالو وأنتظر الفحص الطبي. نحتاج إلى الثقة التامة بالنفس والاستعداد لتقديم مباراة جيدة، وأهنئ منتخب مصر على الفوز والأداء، الحماس لم ينخفض بعد هدف مصر، وصلنا على نفس الأداء. تفتكر تصريحاته بتعكس حاجة؟ بتصريح ثقة، يعني الواضح كده ان الراجل بيتكلم بثقة كبيرة، وهو واثق في لعيبته، واثق في ان هم قادرين ان هم يعوضوا النتيجة، وده منطقي جدا. اكيد هو مش هيطلع في المؤتمر الصحفي يقول احنا خلاص خسرنا وخلاص الموضوع انتهى وخلاص منتخب مصر ضمن ان هو يوصل. يعني التصريحات متزنة، يعني منطقية جدا في الموقف اللي هو فيه. وهو نفسه كمان مدرب متزن، يعني انا ما شفتش قبل كده ان هو في اي موقف كان بيخرج بتصريحات يعني فيها غرور او فيها عنجهيه. حتى كمان بعد خساره كاس افريقيا من الجزائر برضو تصريحاته كانت متزنه، فهو يعني هو مدرب متزن، بس برضو يعني في نفس الوقت التصريحات هي في النهايه مش هتعكس حاجه. ليه مش هتعكس حاجه؟ لان هي ظروف ماتش هي اللي بتحكمك. فالنهارده انت خسرت، هل هو الراجل كان جاي يخسر فمحضر مثلا كلام يخرج بيه في المؤتمر الصحفي؟ لا، هي التصريحات دي وليده اللحظه، هو خسر. فطبيعي ان هو الصحفيين بيوجهوا له الاسئله كلها بتتكلم عن فكره إيه، انت كنت متوقع الخساره، إيه هتعمل ايه، طب تاثرت نفسيا، طب فكلها تصريحات بحس ان هي تصريحات دبلوماسيه، يعني مش هنوصل لكونكلوشن في الاخر منها، مش هنوصل لحاجه ممكن نقول فيها السنغال هتلعب ازاي في دكار او هو الراجل بيفكر ازاي. لا، يعني اعتقد ان هي يعني هيبقى الموضوع لسه برضو 50-50 ما بين المنتخبين لحد الماتش بتاع هناك. على الجانب الآخر، مؤتمر كارلوس كيروش كان أكثر إثارة. بالظبط، ودي اللي هي دي بقى هي دي المشكله. احنا دايما بنحب ان احنا ايه، يعني ما هو الراجل قال لهم انتوا ليه يعني زعلانين ليه؟ انا برضو بحس ان هو يا جماعه افرحوا، احنا كسبانين 1-0، لو كنا لا قدر الله تعادلنا او خسرنا، وخد بالك ان ده ما كانش بعيد طبعا. يعني ما كانش بعيد ان احنا نطلع متعادلين ضد افضل منتخب في افريقيا، وما كانش بعيد ان احنا نطلع خسرانين من افضل منتخب في افريقيا، وناس كتيره كانت متوقعه الخساره امبارح. فالنهارده احنا بنتكلم ان احنا كسبانين 1-0 بس الاداء مش عاجبنا، يا جماعه نفرح، يعني نفرح وربنا يسهل هناك. يعني النهارده مثلا شفت الجول بتاع مالي، الناس كلها شافته، جول جول طبعا. جول مالي في نفسهم علشان تونس تكسب 1-0 هناك، يعني هل دي كوره؟ هي دي الكوره اللي الناس عايزه منتخب مصر يلعبها؟ انا عايزها صراحه. ومنتخب يعني ومنتخب الكونغو النهارده على فكره عمل شوط اول ممتاز ممتاز ضد المغرب، ضيع 4 فرص والمغرب من فرصه واحده قدرت ان هي تسجل التعادل، ضيع ضربه جزاء المغرب، يعني بالزبط. رغم عظمه اداء الكونغو دي كان ممكن المغرب تخرج منتصره ويتنسي اداء الكونغو العظيم. فالناس برضو احيانا بتبقى زي ما بقول لك كده بتبالغ في رد فعلها، بتبالغ في انفعالاتهم، بتبالغ في احكامهم. فلا، يعني انا شايف ان احنا دلوقتي المفترض ان احنا نبقى راضيين، مش بقول خلاص بقى وصعدنا وبتاع، بس هنبقى راضي. هل انت متوقع ان انت لما يجي لك اقوى منتخب في القاره هتكسبه 3 ولا 4؟ ما هو منطقي هيبقى الفروقات بالشكل ده، لان انت تصنيف تاني، هنفضل نقول انت تصنيف تاني، انت مش جيل حسن شحاته. وجيل حسن شحاته نفسه في 2010
لما كانت المجموعه سهله وكنا احنا المرشحين، ايه اللي حصل؟ يعني اتعادلنا مع زامبيا 1-1، كسبنا رواندا 3-0 في الدقائق الاخيره من المباراه، وكسبنا الجزائر 2-0 بجول اوفسايد في الدقيقه 75، وخسران 3-1 في الجزائر، وهو ده سبب ان انت تروح لماتش فاصل وماتش فاصل خسرت فيه. فمعدلات او فكره الحكم على مقدار القوه وان انت كنت احسن في الماتش، لا، الموضوع انت في تصفيات كاس عالم، انت محتاج ان انت تكسب علشان تروح كاس عالم. محدش هيفتكر الاداء، محدش هيفتكر ان جيل حسن شحاته ده كان يستحق ان هو يبقى موجود في، لا، الناس كلها او الناس كلها شايفه ان منتخب الجزائر هو اللي راح كاس عالم في النهايه. محدش بيتفرج على الماتشات دي بره، يعني مش هتلاقي ناس في انجلترا عمالين بيتفرجوا على ماتش مصر والسنغال في الـ في الـ في الماتش الحاسم. هيتفرجوا عليك لما تروح تلعب ضد انجلترا في كاس العالم، لكن مش هيتفرجوا عليك وانت بتلعب ماتش فاصل. مش هيجي يسالوك هناك انت وصلت ازاي، محدش هيجي يقول لمنتخب تونس انتوا صعدتوا بأون جول. فلا يعني الناس بتبالغ وقاسية شوية، وزي ما قال كده مورينيو قبل كده في مؤتمر صحفي بعد خسارة مانشستر يونايتد من اشبيلية، الارث الكروي، احنا كل احكامنا على منتخب مصر من 2010 رغم ان احنا تراجعنا كثيرا يعني عن الارث الكروي اللي كان من 2006 ل 2010. ايه بقى اللي حصل في كارلوس كيرش؟ احنا عقبنا للناس عنه، لكن المؤتمر حصل فيه ايه؟ هو حصل شويه يعني نوش كده مع بين كيرش والصحفيين، سببه ان هو المنسق الاعلامي قال ان هو خلاص احنا اخر سؤال، فالصحفيين زاموا يعني ان هو لا، في اسئله كتير، وده طبعا برضو حقهم ان احنا عايزين نسال اسئله كتير. فالمنسق الاعلامي قرر الغاء المؤتمر، خلاص انهائه مش الغائه. ولكن كارلوس كيروش اشار ليه ان هو لا، انا عايز اكمل وعايز ارد على كل الاسئله، فاستؤنف من جديد. ده وعيب بصراحه يعني. الراجل قال يوسي نفسه قعد كتير، قعد لحد ما الناس كلها ما خلصت الاسئله. فعيب يعني ان يبقى مدرب منتخب مصر وفي استاد القاهره، واول مره كمان يلعب على استاد القاهره وفي حضور الصحفيين. يعني مش فاهم بصراحه امتى هيبقى في ادراك كافي باهميه الاعلام بالظبط في اتحاد الكوره الحقيقه. ماشي، ده ما كانش الاثاره الوحيده في او مصدر الاثاره الوحيد في المؤتمر، لا، في سؤال بقى مهم. السؤال كان كالتالي: لماذا تم الاعتماد على عمر جابر البعيد عن المنتخب، ولماذا تاخر تبديل تريزيجيه ونزول عمر مرموش؟ فكانت اجابه مطوله من كارلوس كيروش ومحاضره للصحفيين. قال: انا عندي 44 سنه خبره وعندي 200 مباراه دوليه، وتأهلت لكأس العالم 4 مرات، أنا الوحيد اللي تأهلت بأربع منتخبات مختلفة لكأس العالم. أنا من أفضل 10 مدربين في العالم من حيث النتائج مع المنتخبات. أنا المدرب، وهناك بعض الأشخاص ليسوا محترفين من الصحافة. وظيفتي إن أتخذ القرارات وأفوز بالمباريات، ووظيفتكم انتقاد عملي. إحنا هنا مش في محاضرة تدريبية. أنا لا أناقش قراراتي الفنية مع الصحفيين، أنا مثل المغني، أغنيتي قد تعجبك أو لا. هو ما يعرفش اللي بيحصل بالمغنيين في مصر، ما يعرفش اللي بيحصل في ويجز مثلا. بص يعني رد منطقي، رد برتغالي من دي المدرسة البرتغالية في الردود بقى. ويرجع بقى جوزيه مورينيو بقى وفريرا ومانويل جوزيه، هتلاقي ردود مندي تشرح القلب. بص، رد منطقي جدا. جمال بالماضي نفسه قبل ماتش الجزائر والكاميرون دخل عليه صحفي برضو بنفس السؤال ده، قال له: انت استبعدت بغداد بنجاح واستبعدت بن رحمة بسبب مشاكل ما بينك وما بينهم. فراح رد عليه رد بسيط جدا، قال له: انا المدرب، انا بفهم في شغلي، انت بتفهمش في شغلك. عمر جابر النهاردة، هل الراجل عمل ماتش سيء؟ الحقيقة لا، عمل يعني انا ماتش متوسط، خلينا نقول متوسط، وافضل من المتوقع كمان، وافضل من المتوقع، لانه في الشوط الاول كان مميز. يعني يمكن الشوط الثاني كان فيه كذا لمحة كده دفاعية ما كانوش افضل حاجة، كله رجع لورا لما السنغال ابتدت تجي. فانت دلوقتي تقييمك لعمر جابر ممكن يبقى مختلف طبعا. ممكن انا مثلا اشوف ان هو عمل ماتش كويس، انت تشوف ان هو عمل ماتش وحش، ممكن اشوف انا ان هو عمل اداء دفاعي او مميز، انت تشوف ان هو لا والله كان هجومي افضل. كل ده ما يخليكش بصراحه تروح تسال المدرب انت ليه لعبت عمر جابر، لان انت ما كنتش بتحضر معاه التمارين، يعني ما كنتش بتحضر معاه التدريبات. انت اساله السؤال ده، المفروض ان الاجابه مثلا من كيرش، يعني انا صحفي اصلا، انا ما سالتكش انت، ما قلتلكش انت ازاي تلعب عمر جابر. انا ممكن اسالك اللي هو انت ليه لعبت عمر جابر، يعني فاهم؟ هل عمر كمان مصاب؟
تمام. هل مثلا رأيت في التدريبات ان عمر كمان ان 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 عمر جابر هيعمل جبهه قويه مع محمد صلاح تبقى الاقرب لما يقدمه مع ارنولد؟ مين الباك اليمين الاساسي المنتخب مصر؟ المفروض ان هو اكرم توفيق. طيب اكرم توفيق دلوقتي مصاب مظبوط، بس اللي لعب في امم افريقيا كان عمر كمان طول المباريات، ولا مين لعب مباراه السنغال؟ امام عاشور بالظبط. يبقى انت عندك اصلا عدم استقرار في المركز ده. يعني المركز ده تحديدا انت بتغير فيه كتير لحد ما توصل لمين. وكان الكلام ان محمد هاني اصلا اللي هيتاخد بالظبط، وبعدين اصيب. فكان يعني انت بتدور على امثل بديل لاكرم توفيق اللي هو الاساسي بتاعك، لكن محدش من الاسماء اللي بتلعب في الوقت الحالي اساسيه. طيب لو رحنا السنغال وعمر كمال هو اللي ابتدى اساسي مثلا، يعني هل وقتها الناس برضه هتروح تقول له انت ليه ما لعبتش عمر جابر؟ يا جماعه احنا يهمنا النتيجه، الانتقاد ده يكون لو لا قدر الله عمر جابر كان تسبب في هدف مثلا، كان عمل شيء كارثي في المباراه، فتقول له ايه ده انت اخطات بان انت اشركت عمر جابر. لكن برضو حاجه مهمه جدا والناس يعني مش واخده بالها منها، ودي ممكن نتكلم فيها برضو في حته هو ليه الراجل ما غيرش كتير. ان انت هتلعب ماتشين في ظرف 4 ايام ويتخللهم سفر للسنغال اللي هي مش اخر الشارع، يعني انت مش مسافر قطر ولا مسافر السعوديه فالموضوع 3-4 ساعات، لا انت مسافر رحله طويله جدا للسنغال. فانت منطقي جدا ان في اسماء ممكن ما تلعبش بشكل اساسي في مباراه دكار، مش بسبب ان هم مثلا قدموا مباراه سيئه النهارده، لا، لان هم ارهقوا، لان هم مجهدين، لان في افضل منهم في استغلال بقى المساحات اللي انت ممكن تعتمد عليها في التحولات الهجوميه، لان برضو الطريقه اللي انت لعبت بيها النهارده مش هتلعب بيها هناك. والناس لما بتيجي تحكم على الطريقه بتحكم على الطريقه ب4-3-3، بس هو الحكم مش كده، الحكم في طريقه تنفيذ 4-3-3. انت النهارده لعبت 4-3-3 بشكل ممكن الشكل ده يختلف تماما في دكار. النهارده ضغطت بشكل، طريقه الضغط ممكن تختلف في دكار. ليفربول بيلعب 4-3-3، هل تمت بصله لل 4-3-3 اللي منتخب مصر بيلعبها؟ لا، مفيش. فالناس برضو لما بتيجي تحكم على الطريقه بتبقى اللي هي عايزه تشيل اسماء وتحط اسماء، بس الاسماء دي مرتبطه بطريقه التنفيذ. النهارده مثلا انت لعبت بعمر السوليه ومحمد النني وحمدي فتحي الثلاثه في خط الوسط، هل لو كان تريزيجيه بدا مكان حمدي فتحي وعمر مرموش هو اللي ابتدى وينج، هل طريقه التنفيذ كانت هتبقى نفس طريقه التنفيذ اللي شفناها النهارده؟ لا طبعا. لان انت ساعتها هيبقى عندك 2 رقم 8 هجوميين اللي هو عمرو السوليه وتريزيجيه، فتقدر ان انت تهاجم او متوقع منك ان انت تهاجم بشكل اكبر. لكن النهارده انت لعبت 4-3-3 بدبل 6 النني وحمدي فتحي، لان انت بتامن دفاعاتك ضد السنغال، وعمرو السوليه هو اللي كان قايم بدور رقم 8 بالظبط. فالناس برضو لما بتيجي تحكم على اختيارات المدرب انا بشوف ان يبقى فيه شويه اللي هو ايه بيعتمدوا على ان هي بلاي ستيشن، ان هو انت يا معلم في اي وقت اللعيب بتاعك ما بيتعبش وبتنزله بعد كده يخلص الماتش يبتدي الماتش اللي بعده فتروح بادئ بنفس التشكيل. لا يا جماعه، هو الموضوع مش كده، في طلبات بتطلب من اللاعبين ومين الاقدر على تنفيذها. في لاعب ممكن يبقى مميز في التدريبات بشكل ملفت جدا للانظار، ولما يشارك في الماتش ما يبقاش بيأدي بافضل شكل. يعني ففي حاجات كتيره احنا مش بنبقى موجودين مع المدرب، مش موجودين في اوضه اللبس، مش موجودين في التدريبات. فاحيانا بشوف ان الاسئله اللي بتتعلق بقى بقرارات المدرب دي بشوف ان مش وقتها. استنوا يا جماعه، يعني استنوا لما يخلص الراجل مهمته واحكم بقى عليها. انما بصراحه يعني اللي بيروح يحكم على قائمه مختارها المدرب من قبل ما تلعب، او يحكم على تشكيل قبل ما يلعب، انا بشوف بصراحه ان هو بيشيل نفسه شيله مش شيلته. لان في النهايه ممكن عمر جابر مثلا اللي انت بتنتقده ده هو اللي يسجل جول الفوز مثلا، يعني ممكن محمد شريف، انا بتكلم حتى كمان قبل ماتش النهارده، ممكن محمد شريف مثلا اللي انت متضايق ان هو مش موجود في القايمه، لو كان موجود ما كانش يؤدي بافضل شكل. يعني حتى لو هو متالق في ده، ففي النهايه ما تشيلش نفسك شيله فوق شيلتك. لو انت يعني مثلا، يعني احنا في 2008 عماد متعب ما سجلش ولا جول مع منتخب مصر في البطوله، ورغم كده لعب في كل الماتشات اساسي. هل كان منطقي ان حد بقى لما يروح المؤتمر الصحفي بعد ماتش الكاميرون يروح يسال الكابتن حسن شحاته ويقول له انت ليه اعتمدت على عماد متعب اساسي في كل الماتشات؟ مش منطقي، لان انت كسبان واخد البطوله، ففي وقت المكسب الاسئله اللي زي دي بتختفي. عشان كده بقول نستنى لبعد ماتش الثلاث، وبعد كده يا سيدي بسال براحتك. لو لقيت ان في حج، يعني في حاجه لان انت تسال سؤال زي ده، وجهه للمدرب. بس ان شاء الله باذن الله نكسب وما يبقاش في حاجه لاسئله زي دي يا رب.
طيب قبل برضو ما نروح لأسئلة الناس عايزين نتكلم بقى عن الماتش نفسه. احنا بدأنا المباراة بهدف مبكر جدا، هدف خلانا نقول كلنا حلو قوي كده، احنا عايزين جول كمان ويبقى رزقت حلو. ولكن ما حدث ان احنا تراجعنا للخلف جدا، احنا ما عملناش تقريبا ولا هجمة غير الهجمة دي، والهجمة اللي هي دبل كيك بتاعت مصطفى محمد اللي جت في ياسر ابراهيم، وتقريبا في واحدة من عمر مرموش، عمر مرموش في الوقت الضايع اللي هي في الشباك الجانبية. ليه يعني؟ هل مفترض ان انت كنت تسيب الكورة كده تماما للسنغال في مباراة على ارضك، ولا كان مفترض ان انت او تهاجم اكتر وتكون انت المبادر بالضغط، وايه سبب ده من وجهة نظرك؟ بص، هو في لقطة لمحمد صلاح بعد الجول على طول وهو بيشاور للعيبة، لا مش اهدوا نكمل زي ما احنا، بيقول لهم نكمل زي ما احنا. ليه يعني ليه هو بيقول لهم نكمل زي ما احنا؟ لان ده كان الوقت المثالي ان انت تحاول ان انت تستغل بقى عدم فوقان السنغال، وانه هم يعني اكيد ما كانوش متوقعين سيناريو الماتش ده، وان هم يستقبلوا جول بدري، فالفتره دي فعليا انت تقدر فعلا تخطفهم بجول تاني. وفي نفس الوقت في ادراك من الواضح طبعا اكيد ان في ادراك لقيمه السنغال والقوه منتخب السنغال، ولان ده المنتخب اللي انت لسه مواجهه من شهرين او من اقل حتى من شهرين، وشفت مدى جودته ومدى قوته ومدى الفروقات الفنيه ما بينك وما بينه، وبقى فيه كمان فروقات نفسيه لان هو كسبك في الماتش الاخير ما بينكم. فطبعا محمد صلاح لما بيشاور للعيبه بكده، هو ده فعلا كان الوقت الامثل ان احنا نضغط فيه وان احنا نحاول ان احنا نسجل فيه جول تاني. وعلى فكره رحنا، يعني على فكره حاولنا، يعني كان في كره حلوه ما بين محمد صلاح وعمر جابر، وعمر جابر بدل ما بالظبط بدل انا كنت شايف ان هو طبعا لو لعبها لبره كان مصطفى محمد واخد وضع كويس، بس تقريبا عمر جابر ما بصش فاعتمد على ان مصطفى محمد هيبقى موجود على القريبه فما راحتش. كان في واحده من محمد صلاح لعيبه على القريبه، وقعدت اقول يا رب دي ساديو ماني اللي يجيبها دي، يتلخبطش ويروح يحطها في نفسه. فلا يعني حاولنا بعد الجول، بس بعد كده منتخب السنغال تماسك. احنا ما كناش موفقين في الفرصتين ثلاثة اللي روحنا بيهم، فمنتخب السنغال تماسك. فلما تماسك ظهرت الفروقات الفنية والبدنية ما بينك وما بينهم. بصراحة يعني ما شاء الله اسماعيل صار بياخد الكرة بيفضل دايس، ما فيش قطر بيروح واخد في سكته احمد فتوح وعمر السلاقي، ما فيش يعني فروقات بدنية كبيرة جدا. وبرضو يعني بصراحة انا لما جه مندي، طبعا مندي لعب خط الوسط مش ادوارد مندي، وودى واحده كده الحمدي فتحي في الشوط الثاني، قلت بس طرد يعني خلاص انذار ثاني يعني. فالحكم برده شايف ان هو ساعدهم شويه بان دي، لان هو يعني انا مش عارف برده مش هقدر احكم زي كابتن مدحت شلبي، يعني كابتن مدحت شلبي اجزم ان هي كانت انذار ثاني، بس انا شفته فعلا وهو يعني بيعمل حاجه، ممكن يكون بيعدل التيشيرت بيطلع من ديل يمسح عرقه اي مكان يعني، بس دي لو كانت فعلا وهي طرد، انا شايف انها انذار مستحق. يعني لو كان ده حصل كان هيسهل الماتش جدا عليك طبعا. كان ممكن بقى تفكر فعلا ان الراجل يفكر ان هو يعمل تغيير هجومي، بدل ما هو كان مأمن نفسه وبيحاول ان هو ما يعملش تغييرات او بيحافظ على اكبر فتره ممكنه للعيبه اللي موجوده في الملعب، كان ممكن ساعتها بقى نشوف مثلا ان هو ينزل زيزو مكان حمدي فتحي او مكان النني، ونحاول ان احنا نلعب كره هجوميه اكتر. ف بشوف ان في النهايه نتيجه 1-0 دي انا بالنسبه لي انا مرضي بيها جدا. انا امبارح برضو لما كنت عمال افكر كده شايف الناس كتير عماله تقول لا احنا محتاجين نكسب 3-0، طبعا يعني دي احلام يعني نتمنى طبعا نتمنى نكسب 10-0 بس يعني بس في النهايه لازم تقدر المطالب كلها بالتمنى يعني لازم تقدر قيمه المنتخب اللي قدامك. المنتخب ده لسه كسبان كولومبيا في كاس العالم الاخيره، فلا يعني انت برضو لازم تبقى مدرك لحجم قوه بالظبط المنتخب اللي انت بتلعب ضده، وتبقى بناء على كده تبقى توقعاتك منطقيه. فانا امبارح والله كنت شايف ان 1-0 دي انا بالنسبه لي هبقى مرضي بيها، وما كنتش عارف ان الجول هيجي في الاول. ما الجول اللي بيجي في الاول ده لعنه يعني، يا اما يطمعك بقى فتقول بس كده جبت جول في اول 5 دقايق بقى، فايه يا معلم خلاص الماتش سهل بالنسبه لي بالظبط. يا اما يحصل زي ماتش الجزائر كده في 2010، جبت جول فعلا في الاول عمرو زكي، فحسيت بقى ان خلاص ان كده الدنيا سهله عليك، فلا ده الجول اتاخر لحد دقيقه 92، وزي ما انت ما قلت كان جول اوفسايد اصلا، او ما كانش، او لا ما كانش اوفسايد، ده كان سيد معوض الكوره طلعت منه بره، فده قبل ده بعد الاوفسايد كمان يعني فاهم.
فهو كان جول كده بروح ال 80 ولا 90 الف اللي كانوا في الملعب. فلا يعني الناس بتحكم بسبب توقيت الجول, بس سيناريو الماتش لا, اللي في اللي جوه الملعب اكيد هم اللعيبه والجهاز الفني هم اللي يقدروا يقيموا جدا هم محتاجين ايه في الوقت ده. عشان كان بقول بلاش ان احنا نصدر احكام دلوقتي, استنوا يا جماعه لحد يوم الثلاث, يوم الثلاث قريب 4 ايام ان شاء الله, ونصدر احكام بعدها. كاروش النهارده يعتبر ما استخدمش دكه البدلاء, تبديل اضطراري بدخول ياسر ابراهيم مكان محمد عبد المنعم, مظبوط, عمر مرموش مكان تريزيجيه في الدقائق الاخيره اعتقد اخر ربع ساعه, مظبوط, والتبديل الاخير كان نبيل عماد دونجا في الدقيقه 92 مكان تريزيجيه لاهدار الوقت مش اكتر يعني, او تامين, لان وقتها كانت فعلا منتخب السنغال كان ضاغط وكان في فاول على حدود المنطقه بتاعتنا, فلا يعني تامين برده. وخد بالك يعني برده ايه شخصية منتخب السنغال قوية جدا بصراحة, بصراحة حقيقي يعني, يعني هم برضو منتخب لسه صاعد كاس عالم, لسه كسبان كاس أمم أفريقيا, فشخصيتهم قوية ما تأمن لهمش لحد الحكم ما يصفر. وهم بصراحة لعبوا ماتش هايل جدا يعني, يعني لو انت يعني مشجع سنغالي مش هتبقى متضايق, انت هتبقى شايف ان المنتخب عمل اللي عليه. فلا انا شايف ان هو الراجل كان بيفكر في الماتش التاني يعني. انا تخيلي ان عمر مرموش هيبتدي اساسي الماتش الجاي, لان تريزيجيه استهلك بالظبط, استهلك بدنيا بشكل كبير جدا النهارده, وعمر مرموش لما نزل باين لك الجوده اللي هو يقدر يقدمها. مصطفى محمد ما كانش مقنع بالنسبه لي, ليه؟ لان مصطفى محمد رغم ان هو ما سجلش في مباراه النهائي بس كان بياخد الكور العالي على بالظبط بالظبط يعني. تخيل ان مصطفى محمد ورغم ان هو مش فاكر كان خرج في دي حاجه و50 او حاجه و60 وقتها ونزل مروان حمدي, لكن كان اكتر لاعب في المنتخبين كسب كرات هوائيه يعني. مصطفى محمد رغم ان هو لاعب عدد دقائق اقل من كل زمايله, لانه كان اكتر من كل لعيبه يعني السنغال, حاجه 80 اعتقد بالظبط يعني, لا انا اعتقد كان قبل كده كمان او يمكن انا مش فاكر, بس يعني الراجل رغم ان هو لاعب عدد دقائق قليله, وحتى كلها وقتها ناس استغربت, الناس كلها قالت ايه ده يعني مصطفى محمد متفوق على كوليبالي بشكل كبير. لا النهارده كوليبالي تفوق بشكل كاسح على مصطفى محمد, وانا نفسي كان نفسي اقول لو انا في الملعب هقول للشناوي يا شناوي كفايه بقى كرات طوليه, لان هو الشناوي طبعا بيلعب بنفس السيستم اللي احنا كنا بنلعب فيه في كاس الامم, بس في كاس الامم احنا كنا بنكسب الكرات دي. مصطفى محمد كان بينزل وعلى طول كان بيقدر ان هو يكسب الكوره ويسلمها لصلاح او للعيب في خط الوسط, لكن النهارده ما كسبناش ولا واحده. فكنت كان نفسي اقول للشناوي لا يا شناوي كفايه بقى, مش يعني الموضوع مش اللي هو المره دي بقى هتصيب, المره دي هتصيب, لا خلاص بطل. فالنهارده مصطفى محمد ما كانش مقنع خالص بالنسبه لي, حتى كمان الكره اللي وصلت له في الشوط الاول وقلنا بقى بس بقى هي دي بقى لبست في دماغه صح, ما قضيه عمر جابر بالظبط ما ظبطتش معاه. فاعتقد ان ممكن الراجل يفكر ان هو يوجه حد مكان مصطفى محمد, يلعب حد مكان مصطفى مروان حمدي يعني, ممكن مروان حمدي لو هو خلاص قرر ان هو يعتمد فعلا بنفس الطريقه على الكرات الطوليه ويحاول ان هو يكسب الصراعات الهوائيه مع كوليبالي, ممكن مروان حمدي يشارك, ممكن ما يعتمدش اصلا على مهاجم صندوق يعني, ممكن نلاقي زي ما احنا شفنا كان النهارده كان تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح, ممكن الراجل يفكر في توليفه شبه كده, شبه اللي بيلعب بيها ليفربول شويه, بس انا بحس ان التوليفه دي بتبقى مناسبه اكتر لو انت هتلعب ضغط عالي, وانا ما اعتقدش ان هو هيلعب ضغط عالي طبعا في دكار. فبس انا تخيلي ان عمر مرموش هيبقى له دور, ان زيزو هيبقى له دور, مش شرط زيزو يلعب أساسي بشكل اساسي, بس انا اعتقد ان زيزو هيبقى له دور وعدد دقائق اطول في المباراه بما انه ما شاركش النهارده, وطبعا الجمهور النهارده كان عمال يهتف زيزو. فممكن عمر كمال او امام عاشور يبقى لهم دور مكان عمر جابر, لان انت النهارده احتجت عمر جابر هجوميا, وعمل فعلا كام لقطه كده حلوين مع صلاح هجوميا, لكن مش هتحتاجه هجوميا في ماتش, هتحتاج مدافع اكتر. فممكن نشوف امام عاشور, ممكن نشوف عمر كمال بما انهم كانوا ظهروا بشكل دفاعي كويس, واحد ضد المغرب واحد ضد السنغال. اعتقد كمان مصطفى محمد يعني ممكن يبقى له دور في ماتش الاياب, عشان حاجه تانية ان انت في الكرات الثابته اللي هي بتتحسب علينا كتير قوي, بتبقى انت نفسك في كل واحد يقدر يمسك لاعب, انت بتشوف فروقات الطول كتير جدا, فمصطفى محمد ممكن دي من ادواره كمان الخفيه بعيدا عن دوره كمهاجم يعني. عشان كده بقول لك ممكن يفكر في مروان حمدي اكتر ما يفكر في عمر مرموش, بس في نفس الوقت برضو
انا بصراحه بالنسبه لي المهاجم يسجل بصراحه. ما خلاص ما احنا مش عارفين دي نعملها يعني بقالنا من ساعه لما حسام حسن اعتزل تقريبا على عمرو زكي ومتعب فخلاص يعني بقى. انا بالنسبه لي بصراحه المهاجم دوره الاول يسجل دوره الاول يسجل بعد كده ادور بقى على الادوار الثانيه. ادور بقى موضوع المحطه وموضوع انه بيدافع وموضوع انه بينزل وموضوع انه يعني بصراحه بس يسجل يا جماعه يسجل يعني. انا وما بقاش فيه يعني عشان كده العالم كله بيجري ورا هالاند لانه الوحيد دلوقتي في العالم اللي بيسجل المهاجم وبيجيب جوال. فلا انا نفسي في مهاجم بيسجل يا معلم. انا ولا عايز محطه ولا عايز انا عايز جوال يعني. ربنا يفتحها في وش مصطفى محمد في ماتش الجاي ويكون سبب تاهلنا يا رب بجول باي طريقه يا سيدي ان شاء الله. 0-0 مش عايزين اي حاجه والله يعني. طب ايه اسئله الناس مشجعه ولا ايه؟ اسئله الناس يعني مشجعه جدا بس هو انا النت اللي فاصل عندي فمش عارف اوصل لها فبحاول اصلحها اهو. بس عايز اسالك انا بقى على حاجه تانية دلوقتي. في حاله لا قدر الله غياب عبد المنعم والونش ازاي نلعب ماتش الاياب؟ سؤال صعب قوي ده. سؤال صعب جدا. بس هو طبعا ياسر ابراهيم اكيد ضامن مشاركته. وانا توقعي ان الراجل بيفضل محمود علاء. هو مفيش غيره اصلا كده. في ايمن اشرف بالظبط. بس انا اعتقادي ان الراجل بيفضل محمود علاء في المركز ده. هو لما اعتمد على ايمن اشرف في كاس العرب اعتمد عليه كلاعب وسط. لما اعتمد عليه ضد المغرب اعتمد عليه كلاعب وسط. فهو لما بيفكر في ايمن اشرف بيفكر فيه كلاعب يامن الجبهه الشمال مع احمد فتوح مش بيفكر فيه كمدافع. وبرده الراجل فاهم كويس جدا الفروقات البدنيه. فبصراحه يعني برده انت محتاج مدافع بمواصفات بدنيه معينه وطول معين علشان زي ما انت ما قلت كده كميه الكرات الثابته الكتير اللي بتتحسب علينا. فاعتقد انه وقتها هيفكر في محمود علاء مع ياسر ابراهيم. اعتقد مش هيبقى قدامه اي حل غير كده لو لا قدر الله الونش ومحمد عبد المنعم الاثنين تاكد غيابهم. ده بالتالي احنا ممكن نفاجئ بدفاع في مباراه العوده مختلف تماما عن مباراه الذهاب باستثناء الباك الشمال يعني. ما هو عشان كان بقول للناس انتوا قاسيين شويه في فكره التبديلات. يا جماعه الراجل هيلعب ماتشين في ظرف 4 ايام. ما هو لازم يفكر غصب عنه لازم يفكر في الماتش الثاني حتى لو كانت النتيجه مختلفه يعني. حتى لو كنا لا قدر الله النهارده متعادلين او خسرانين كان برضو لازم يفكر في الماتش الثاني. فهو مش بيلعب ماتش واحد فلازم اكيد يحافظ برضو على لعبته. وبرضو الناس مسقطه حاجه الاهلي والزمالك الاثنين مستهلكين بدنيا برضو يعني. مش بس اللعيبه اللي لعبت النهارده مستهلكه لا لعيبه الاهلي والزمالك مستهلكه بدنيا. انا عمرو السوليه فاجئني النهارده لان عمرو السوليه مستهلك بدنيا بشكل كبير جدا مع الاهلي. فانا عجبني جدا اداء عمرو السوليه خصوصا في الشوط الاول. عمل شوط اول ممتاز جدا وعمل طبعا اسيست الجول لمحمد صلاح وبعد كده طبعا سيس كملها في نفسه. فالناس قاسيه شويه في الحكم. انا عايز اقول للناس اتبسطوا يعني اتبسطوا يا جماعه اتبسطوا. حتى لو هتتبسطوا النهارده ولو انتوا خلاص متشائمين تشائموا يوم الثلاث بس اتبسطوا النهارده على الاقل يعني. خلوا عندكم يوم تفرحوا فيه فافرحوا النهارده. افرحوا ان احنا كسبانين قبل ما تفكروا في ماتش يوم الثلاث. وفي النهايه هو مكسب 1-0 مكسب 2-0 مكسب هو مكسب. واي نتيجه حتى كان ممكن نبقى كسبانين 3-0 ونروح هناك تتعمل علينا كومباك عادي جدا يعني. ما فيش ابعد من اللي بيحصل مع برشلونه او اللي كان بيحصل. ناسفين لكل مشجعي برشلونه انتوا معلمين علينا بس يعني فافرحوا يعني احنا كسبانين 1-0 والراجل المدرب اتهيأ لي المدرب بتاعنا يعني رد النهارده رد على اي حد بيشكك فيه. انا مش بقول لك قول عليه مدرب كويس ومش بقول لك اقتنع بيه مش بقول لك خد كلامه بالمعلقه واشربه. بس هو الراجل قال حقايق. انا وصلت باربع منتخبات مختلفه لكاس العالم مفيش حد عمل زي كده ومن افضل 10 مدربين في العالم حققوا نتائج مع المنتخبات. هل دي كلها يا جماعه حاجات ما تشجعكش ان انت هتبقى واثق في مدرب كان في يوم من الايام مساعد للسير اليكس فيركسون وكان مدرب لريال مدريد؟ ما هو برضو احنا مش يعني مش جايبين واحد بيتعلم فينا. احنا جايبين واحد عنده خبره كبيره تمام. فالراجل شايف هو شايف ان ده السيستم اللي هيوصلنا كاس عالم. يبقى حكمنا امتى او نقدر نقول المدرب ده ما نجحش معانا امتى ولا نقدر نقول لا قدر الله ان احنا كان اختيارنا غلط لكروش لما يفشل في مهمته. لكن لحد النهارده الراجل ناجح يعني الراجل كسبان. هل انا النهارده المفترض امسك بقى حزام واقعد اجلد نفسي علشان انا كسبان يعني؟ يا جماعه امال لو كنا لا قدر الله نتيجه تانية ايه؟ لا فالناس
تهدى كده على نفسها وتتبسط يعني تقضي يوم حلو. النهارده كده انتهى زمن النقد سلبا او ايجابا لمنتخب مصر، ومن بكره هيكون الجميع ملتف حوالين المنتخب حتى نهايه المباراه المقبله وتحقيق الهدف المنشود مننا جميعا، لان كلنا نتمنى ان احنا نتاهل باذن الله لكاس العالم. تاهل تاني على التوالي لاول مره في تاريخ مصر بيعني ان انت رايح لاول مره بقايمه عندها خبرة المشاركة في حدث كبير زي كأس العالم. فنتمنى التوفيق وما نقدرش ان احنا نقول غير نستنى بقى اليوم الثلاث الساعة 7:30 توقيت مصر المباراة. يا رب 9:30 نكون فرحانين بالتأهل. وشكرا يا امير. شكرا يا فوزي، ومبروك لمصر ومبروك لكل الناس، وشكرا لكل الناس اللي اتفرجت علينا. شكرا ليكم انتوا كمان ومبروك ليكم. وكده خلصنا الحلقة الجديدة من الكورة مع ريلمي، والى اللقاء بعد المباراة المقبلة، وإن شاء الله نكون بنحتفل بالصعود.